قلب سرزه وسرزه معي قلب وما ندير هكذا حدثنا هردبشت. قد تندلع الحروب وتستنفر نشرات الأخبار وتحتل المآسي الجماعية من هجرات ونزوحات ومجاعات وحتى المقابر والمجازر والسبع موتات شاشات الإعلام وموجات البث وترددات الديجيتال. قد يظهر العلماء على الساحات وتنشغل باختراعاتهم الأمم والملل. قد نصل إلى سطح القمر. قد نكتشف الدورة الدموية ونخترع المحارم الورقية ونحول البقر إلى مرتديلا والخواريف إلى شقف وكباب من بعد إذنك أبو الشباب مع كاسة عيران أو شي من حليب السباع. قد نلعب الفوتبول ونتفرج على الأساتذة وهم يلعبون ونصاب بالهوس الكروي إلى حد الجنون. قد نفعل أكثر من تلك الأشياء. قد نؤسس إمبراطورية على المريخ. قد نحول زحل إلى لعبة للأطفال. قد نقرأ الجرائد مع قهوة الصباح ونحرق معها اللفائف ثم نقرأ الفنجان ونحل الكلمات المتقاطعة التي في قعره. قد نقفز مع الزانة في الهواء ونثب بدون زانة فنقطع المسافات. قد نقيم الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية ونختبر قوة الأولاد والبنات ونفتخر بحصد الميداليات وصنع الإنجازات. قد نقيم المهرجانات ونبث الاحتفالات وندخل إلى الدبكة مبتهجين وعين الكاميرا تلتقط صورنا ونحن فرحين وسعادين. قد نقفز كالسعادين ونحن نضع يدا على الجرافي أو ربطة العنق كي لا تطير من على العنق فيبقى العنق بدون ربطة بعيد الشر. قد ننتبه إلى أن الجاكيت ما زال سليما مطبقين نظرية امشي الحيط الحيط وقول يا رب الباكيت اللي بجيب الجاكيت. قد نهاجر ونجلس لعدة أيام نتفشخر أمام أصدقائنا بحصولنا على الفيزا العزيزة. قد نتبلكم باللغات وقد نتبلبل باللغات يعني نصير بلابل. قد نأكل الفلافل. قد نلتقي مع الفول في الأسبوع لعدة مرات ومع الحمص لأكثر من عدة مرات. قد نشرب الشاي. قد يطلع من حارتنا واحد أبضاي. قد تطلع من حارتنا واحدة تجعل الأبضاي مو أبضاي. قد تفوز بجائزة نوبل للكيمياء في إعجاز تحويل معادن الرجال. قد نتنفس الهواء وهو يعرف ونحن نعرف أنه ليس بهواء. قد نأكل هواء ونحن نعرف وهو يعرف أنه ليس هواء وأن ماشي على رأسنا هواء هوينا. وعلى اعتبار أننا هوينا المدام وحبينا المدام وصرنا أسفل السافلين وصارت أخبارنا في قعر الفنجان تفكها وتحلها وتقدمها لكم قارئة الفنجان يا ولدي. قد نطرق باب الجيران. قد نشطف الدرج ونضع بربيشنا في حنفية الجيران. قد يقطع الجيران الماء. قد تقطع الحكومة الماء. قد نسرق الكهرباء. قد نرشرش الماء يا جميل ونداوي قلبك العليل. قد نفكر بالفواتير. قد لا نفكر بالنواطير. قد نرمي التحية على الحراس. قد يرمقنا الحراس بنظرات تؤكد أنهم عيون ساهرة وأحيانا ساحرة. قد نعقد الحاجبين المنتوفين والمرسومين على الجبين المدعوك بالكريمات والفونات مع أنه لجين. قد نأكل مجدرة ونجلس في النوفرة ولا من شاف ولا من درة. قد نختنق في الباصات. قد نحترق في المسابح تحت شمس البرونزاج. قد نضطر إلى الكورتاج كي نجهض الأحلام ونتلف الأفلام ونقول للكلام أن يكف عن الكلام. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان دركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.